بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أمر خطير يحدث لحظة خروج الروح. سنتناول اليوم اكتشافا مذهلا يرعب العلماء حقيقة، حدث لمرة واحدة في التاريخ، في تاريخ العلم، أن العلماء استطاعوا أن يصوروا نشاط الدماغ بجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي لحظة خروج الروح بالضبط. وهذا الأمر حير العلماء أيها الأحبة، فما قصة هذا الاكتشاف؟ وهل أشار القرآن إلى هذه القضية الخطيرة؟ وما هو موقف العلم الحديث؟ وكيف سيرد الملحدون على هذا الاكتشاف العلمي؟ الحقيقة أيها الأحبة، لأول مرة في جامعة لويفيل الأمريكية العلماء يرصدون نشاط الدماغ لإنسان بالصدفة يموت وهو تحت الجهاز. يعني رجل عمره بحدوث أكثر من 80 سنة بالصدفة وضع تحت جهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي الذي يرصد نشاط الدماغ في جميع مناطق الدماغ. الدماغ فيه مناطق مسؤولة عن الذاكرة، عن الخوف، عن الحب والكره، منطقة للتعلم، منطقة للغة، منطقة للخطأ الناصية والكذب وكذا. لاحظوا أمرا عجيبا، أن هذا الإنسان بدأ يحتضر خلال ثواني يعني قليلة، وفارق الحياة وتوقف قلبه عن النبض، ولكن الحياة لم تتوقف كما يقول العلماء. يعني هذا يخالف كل اعتقادات الملحدين. نحن اليوم أيها الأحبة لدينا صور بجهاز المسح بالرنين المغناطيسي الوظيفي لدماغ الإنسان بعد الموت، قبل وأثناء وبعد الموت، والصور كانت مفاجئة، لأن الدكتور زمار رئيس الفريق البحث العلمي الذي قاد هذا البحث حقيقة كان مرعوبا من هذا البحث. قال إن حياة الإنسان تمر أمامه أثناء الموت وما بعد الموت، فالمنطقة التي توهجت بشدة في دماغ هذا الميت هي منطقة الذكريات، التذكر. وهو يقول إن هذا الميت كان في حالة وعي شديد يعني أنا أنقل لكم حرفيا والله أيها الأحبة، يقول يعني حتى هو لدرجة هذا الباحث ماذا قال؟ قال ينبغي أن نعرف متى الحياة تنتهي. الحياة لا تنتهي بتوقف القلب وليس بموت الدماغ، لا، هناك نشاط يحدث في الدماغ في منطقة الذكريات مشابه تماما لحالة إنسان على قيد الحياة يتذكر مواقف مهمة من حياته. نحن طبعا لدينا في القرآن يوم يتذكر الإنسان ما سعى. هذه الذكريات أيها الأحبة ينكرها الملحدون. يوم القيامة أيها الإنسان ستتذكر كل شيء. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه، مشفقين مما فيه. طب لماذا هم مشفقون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. كل كلمة تقولها ستجدها أمامك، كل حرف، كل فكرة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحان الله أيها الأحبة، يعني تقول هذه الدراسة المنشورة حديثا في شهر شباط فبراير 2022، يعني قبل تقريبا شهر ونصف يعني من تاريخ تسجيل هذه الحلقة، جامعة لونيفيل الأمريكية وجدت أن الميت وتحديدا لحظة الموت أو ما نسميه لحظة خروج الروح
فإن دماغه يطلق موجات اسمها موجات جاما. نحن نعلم، تحدثنا كثيرا عن موضوع الموجات الكهرطيسية التي يطلقها الدماغ، وتبدأ منذ اليوم 42 عندما تكون جنينا في بطن أمك، يبدأ الدماغ بإصدار هذه الموجات، موجات بيتا وألفا وكذا. موجات جاما هي الأقوى والأسرع، ترددها السريع، تدل على التفكير العميق والوعي الشديد والذكريات. هذا يعني عندما يطلق الدماغ موجات جاما ذات التردد العالي، فهذا يدل على أن هذا الإنسان في حالة وعي، في حالة انتباه، في حالة يتذكر. طيب هذا ميت، ماذا يتذكر؟ هذا الذي حير العلماء وأرعبهم حقيقة، يعني حتى قالوا نحن لا نعلم متى يموت الإنسان. يعني لم يعد التعريف العلمي للموت هو توقف القلب أو توقف الدماغ، أو لم يعد هذا هو التعريف الصحيح. ينبغي أن ننتظر هذا الميت حتى تنتهي. طبعا نحن نعتقد أيها الأحبة بكل بساطة، لدينا في الإسلام حبيبنا عليه الصلاة والسلام حدثنا عن ذلك، والقرآن حدثنا، قال فبصرك اليوم حديد، يعني معنى ذلك أن هذا الميت يبصر أشياء نحن لا نبصرها، ويرى أشياء نحن لا نراها، وهذا بلغة العلم، أنا أتحدث بلغة العلم أيها الأحبة. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. لذلك أخي الحبيب، كلنا سنموت، فيجب أن تفكر أنك وأنت ميت أنت تسمع ما يدور من حولك، وتتذكر، وترى أشياء لا يراها الآخرون، وهذا يتفق مع القرآن الكريم في كثير من الآيات، عندما قال تبارك وتعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. في آية أخرى عندما يأتي حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، طب لماذا يقول رب ارجعون؟ لأنه رأى أن حياته السابقة كانت كلها كفر ونفاق وتقصير، وكان يجمع المال ولا ينفقه، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل، يريد أن يعود، رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أعمل صالحا. يأتيه الجواب، ماذا يقول الله سبحانه وتعالى؟ كلا إنها كلمة هو قائلها، الله تعالى، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن حياة البرزخ موجودة، وهذا هو الدليل أن الإنسان عندما يفارق الحياة ويموت تماما وكل مظاهر الحياة تختفي بالنسبة للأطباء ولنا، ولكن هذا الإنسان ينتقل من حياة إلى أخرى، والدليل أن هذا الدماغ لا يتوقف عن بث هذه الموجات، ويتفاعل ويرى ويتذكر ويسمع. ونحن تحدثنا عن بحث أجراه أيضا باحث أمريكي أثبت فيه أن الميت يسمع بعد موته، الميت يسمع نبأ وفاته. طب إذن والله نحن يجب أن تختلف معاملتنا، تختلف مع هذا الميت. لذلك من السنة أن تقرأ له القرآن، أن تدعو له، أن ترفق به، حتى سنة تغسيل الميت أيها الأحبة. نحن بدأنا الآن، يعني أنا شخصيا على الأقل بدأت أفكر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعامل مع الميت وكأنه حي، يغسل، يكفن، لا يؤذى، لا 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 يشتم، لا نتكلم عليه بسوء، ندعو له، نقرأ له القرآن، نستغفر له الله سبحانه وتعالى، لأنه يأنس بحديثنا. الميت يسمع أحبتي في الله. وهذا البحث اليوم 2022 يثبت، والله أيها الأحبة الصور موجودة والبحث موجود بشكل يقيني أحبتي في الله،
أنا لا أستطيع ولا أي إنسان مؤمن أو ملحد أن ينكر هذه الحقيقة العلمية. الذي يؤكد هذه الحقيقة أنهم أجروا تجارب على الفئران وتحدثنا عنها أيضا، وجدوا أن الفأر لحظة الموت تتوهج في دماغه منطقة الإبصار ويبقى دماغه يعمل لفترة بعد الموت، كذلك الإنسان. وبالتالي يعني أنا كإنسان علمي، حتى لو كنت يعني لو كنت أنت لا تؤمن بالأديان، على الأقل آمن بالعلم. القرآن يتفق تماما مع ما يقوله العلماء أيها الأحبة. الذي يؤكد أيضا صدق هذه التجارب ما يسمى بتجارب، أو صدق هذه الحقيقة ما يسمى بتجارب الاقتراب من الموت. التجارب أثبتت أن الإنسان عندما يغيب عن الحياة أو يغيب عن الدنيا، يمر بحالة غيبوبة، فإنه يتذكر مواقف من حياته تأتي أمامه، يراها حاضرة. لذلك هذا الأمر جعلنا الله نراه الآن بلغة العلم، لنستيقن أننا سنرى أعمالنا حاضرة يوم القيامة. ووجدوا ما عملوا حاضرا، وقال تعالى: يوم يتذكر الإنسان ما سعى، وبرزت الجحيم لمن يرى. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا، وما أكثرهم، فإن الجحيم هي المأوى، النوع الثاني، نسأل الله أن نكون جميعا منهم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى، فإن الجنة هي المأوى. لذلك أيها الأحبة، تجارب الاقتراب من الموت أكدت أن الإنسان يمر في حالة ذكرى أثناء عندما تغادر نفسه الجسد، يتذكر هذه المواقف من حياته. طيب، أنا لدي هنا بحث في جامعة إلينوي أيضا الأمريكية في شهر 3 2021، أثبت العلماء أن خلايا الدماغ تنشط بعد الموت وتصبح أكبر حجما. يعني إنسان ميت، طيب لماذا تنشط خلايا الدماغ؟ الباحثون الأمريكيون أيها الأحبة، وأنا أحب أن أقرأ لكم مباشرة من خلال الدراسة العلمية، يعني لأن بعض الملحدين يشكك في هذا الكلام، والدراسات موجودة يعني حقيقة. الباحثون يقولون أيها الأحبة، عندما نموت تظهر موجات دماغنا بنفس الطريقة التي تظهر بها أثناء التذكر لأحداث من حياتك، أثناء استدعاء الذكريات والتأمل، وتظل أدمغتنا نشطة ومتناسقة أثناء يعني مرورنا من الحياة إلى الموت إلى ما بعد الموت. هذه المنطقة ما بعد الموت هم يجهلونها. نحن لدينا في القرآن حياة البرزخ، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. إذن القرآن بالفعل لا يترك شيئا، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل اكتشاف علمي والله أيها الأحبة، أنا أحدثكم بصدق، أكثر من 20 عمل، لا يمر اكتشاف إلا أجد له أثرا في القرآن أو إشارة علمية واضحة. طبعا هناك جينات تسمى جينات الزومبي، تصبح أكثر نشاطا، تتشكل بعد الموت، بعد أن يموت الإنسان، وتصبح أكثر نشاطا، وهذا الأمر يستمر لساعات، ربما يستمر لأشهر. طبعا أنا هنا هذا البحث أيضا يقدم فائدة لمن ينكر عذاب أو نعيم القبر، نقول له إذا سمحت تأمل هذه الدراسة، تأمل هذا الدليل العلمي الحديث، أن الإنسان بعد الموت يكون في حالة وعي شديد، دماغك واعي بعد الموت. طيب ماذا تريد أكثر من ذلك؟ هذا الوعي، طيب ماذا يحدث للدماغ؟ إما أنه يعذب أو ينعم أو يسأل، نحن لا نعلم، ولكن هناك نشاط في الدماغ. فلذلك أحبتي في الله،
يعني أرجو ألا ننكر الحياة بعد الموت، حياة البرزخ. أرجو ألا ننكر قضية مثل عذاب القبر، لأنه لا فائدة من إنكارها، لا فائدة. يعني قضية إنكار عذاب القبر قضية عبثية. العذاب بعد الموت ثابت بنص القرآن، نصوص كثيرة من القرآن أيها الأحبة، هذه النصوص تؤكد لنا أن هناك عذابا يأتي بشكل مفاجئ. سأعطيكم آية: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. آية ثانية: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون. ما هو العذاب الذي يأتيهم من حيث لا يشعرون؟ هو عذاب القبر. طيب: ويستعجلونك بالعذاب، ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون. كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. إذن آيات كثيرة تتحدث عن العذاب الذي يأتي بغتة. طيب ما هو العذاب الذي يأتي للإنسان بغتة؟ نحن نرى كثير من الظالمين يموتون، لا نرى نحن شيئا، ولكن هو يعذب بعد الموت. هذا هو عذاب القبر أو عذاب بعد الموت. الله قال لنا: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم ربكم من قبل أن يأتي، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. يحذرنا من أي عذاب؟ طبعا هذه الآية ليست موجهة لقوم عاد أو هؤلاء انتهوا، هذه الآية موجهة لي ولك أخي الحبيب. الله يخاطبك ويقول لك: ارجع إلى الله، اتبع أحسن ما أنزل إليك، اتبع القرآن، تعاليم الإسلام، من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أي عذاب سيأتينا؟ هو عذاب القبر. لذلك هذه آيات شديدة الوضوح. أولا أيها الأحبة، سألخص وألملم أفكار هذا البحث. الشيء الأول: هذه الدراسة تؤكد أن الميت يتذكر مواقف من حياته، لذلك يطلب في القرآن أن يعود للدنيا. لماذا؟ لأنه عندما يتذكر أنه كان مقصرا يريد أن يعود ليقول: لعلي أعمل صالحا. هذا الدماغ الذي يطلق موجات جاما التي تمثل حالة الوعي الشديد عند الإنسان، إذن هو يرى أشياء ويتفاعل معها نحن لا نراها. والذي يراه الإنسان إما مقعده من الجنة أو من النار، وبالتالي يرى أعماله السيئة فيرى مقعده من النار فيطلب أن يعود. لذلك الله سبحانه وتعالى قال أيضا: وأنفقوا مما رزقناكم، مما رزقكم الله، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين. طيب لماذا يطلب أن يتصدق ويكون من الصالحين؟ إذن هذا الحوار بين الميت والملائكة يحدث، والأجهزة سجلت آثاره. إذن لا يستطيع الآن ملحد أن ينكر حقيقة وجود حياة بعد الموت، وبالتالي ينبغي أن نستعد لهذا الموقف، أن نكون ممن يعني رضي الله عنهم وقال فيهم: وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المتوكلين الصادقين، وأن يرحمنا لحظة الموت. وأختم بدعاء أحب أن أختم به هذا النوع من اللقاءات، دعاء سيدنا يوسف عليه السلام. أرجو ألا ينساه أحد، أن تحفظه كما تحفظ اسمك، وأن تقرأه كل يوم، لأنه لابد أن يأتي يوم تموت فيه. توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يوسف ماذا قال؟ ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة.
توفني مسلما وألحقني بالصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوفانا مسلمين وأن يلحقنا جميعا بالصالحين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.